متابعي ومتابعي القناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة الأسفي، ونحن على مشارف المدينة. إذا على بعد تقريبا بضعة أمتار غنشاهدوا معنا وحنا نلج صوب مدينة الأسفي، نلج إلى مدينة الأسفي عبر الطريق الساحلي الرابطة ما بين الأسفي وجديدة مرورا عبر الوالدية والكابو إير. مرحبا بكم بأسفي، وأسفي ترحب بكم مدينة أسفي. هذا هو برج الناظور، قررنا اليوم أننا نطلق لكم اللايف من الخرجة ديال المدينة. شفنا الأجواء وكما عاهدناكم، ولكن ما نقلنا لكم في أجواء ديال اللايف ديال المساء أمس. المدينة فارغة تغلق أبوابها في ساعات مبكرة من الليل بسبب ضعف ديال الحركة الاقتصادية ديال المدينة اللي كتشهدها المدينة، ومدينتنا حبيبة حاضرة على محيط مدينة أسفي. في نفس الوقت هناك رياح اش غنقول لكم متابعينا ومتابعينا، كاين البرد، كاين البرد بزاف في المدينة. مساء اليوم مدينة أسفي كتشهد واحد الرياح قوية، خصوصا هنا في منطقة سيدي بوزيد، نظرا للارتفاع ديالها والعلو ديالها مقارنة باقي المناطق هنا بمدينة أسفي، نظرا للارتفاع ديالها والعلو ديالها على سطح البحر. بطبيعة الحال كتحرك، تبارك الله على خويا، الله ينصرك ليا أستاذ أحمد، ورانجيني والله يحفظك ليا ودي مولاي أحمد، أحسن واحد كيدير طلبات التوصيل هنا في مدينة أسفي الشاب الطموح أحمد. كنوجهو ليك تحية عالية هنا من منطقة سيدي بوزيد، واحد من أبناء مدينة أسفي، واحد الشاب طموح ابن طراب السيني، حي طراب السيني، واحد وليد غزال الله يعمرها دار. خلي لهم النمره ديالك احمد، احمد كيدير طلبات ديال التوصيل، الطلبيات، اي حاجه تخصكم احمد سير فيها، عنده الامانه. الشاب ما فضلته قدامكم متابعينا ومتابعات الكرام، هذه شهاده الحق نعطيها ليه، وكنعرفوه مزيان وتبارك الله عليه، واحد الشاب مقاتل، الضحكه ديالو ما كتفارقوش، الابتسامه ما كتفارقش، الوجه ديالو الله يحفظه، الله يخلي ليه صحته ويخلي لوالديه. إذن عدنا إليكم مرة أخرى بسبب هذه الرياح، أيضا كتشهد مع المنطقة التي تستهدف مجموعة الضعف ديال الحركة ديال التنقلات ديال المواطنين بسبب هذه الرياح القوية. الناس كتشهد تكون مش مريحة، وعدنا المدينة كتغلق أبوابها كما قلتلكم قبل قريب أنها تسد لنا المدينة للأسف. وحنا خير مثال هو نحن الآن متواجدين في منطقة سيدي بوزيد في مدينة عشيق. كتوقف معاهم كلشي كاع في السيكتور، كنشوفو الحالة الكارثية والأقبال الكارثي على مستوى المطاعم هنا في المدينة، كنشوفو تحركات جد قليلة هنا بالنسبة للمدينة، ماشي بحال أوقات ديال الصيف اللي كتكون كثير ضغط وما تقدرش تمر هنايا، وكاين في بعض الأحيان في بعض الأوقات في كثير من الأوقات خصوصا في أيام الأمطار والصيف كتولي الحركة ديال الطرقول هنا شبه منعدمة، وتقدر أنها تستغرق منك ساعة نص ساعة ساعة الا ربع باش انك تتجاوز، تقدر تتجاوز المقطع الطرقي اللي كيربط سيدي بوزيد بوسط المدينة بسبب الاكتظاظ والزوار اللي كيحجوا من كل بقاع المدينة صوب هذا المتنفس الرئيسي اللي عندهم هنا في مدينة أسفي، اللي هو متنفس سيدي بوزيد.
بيت حال البارح شنا راس الفاع وكان الدنيا خاويه، واليوم كاين البرد، كاين برد كثير. كتهرس العظام هاد البرد، هاد الريحه هذا اللي كاين، راكم كتسمعوا الصوت ديالها. شفت الشجر كيف كيتحرك؟ قيل واش قربوا الليالي ولا كنحسوا بهم عندنا حنا في هادشي بحال عندنا الليالي. والله العظيم اللي كنحسوا بحال الليالي كاينين هنا في مدينة عزفي بسبب هاد البرد اللي كاين والقوة ديال الرياح اللي كاينة، الحركة ديال الرياح اللي كاينة، راه فعلا كنحسوا بأن البرد داخل لنا العظام ديالنا. كاين واحد البرد قارس جدا، خصوصا حتى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الناس اللي كيبغيو يدوشوا مع الصحراء ما كيقدروش، كتولي العملية جد 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 صعبة، والحال بارد بزاف. موت يا السم، موت يا السم اللي كاين هنا في البلاد. مع الاصوات ديال البلاد هنايا كيفاش غادي الشجر كيفاش كيدير، كيجيب لك الله بحال هكا بداو الليالي هنا في مدينة عزفي. للاسف هو شيء اخر اللي واقع هو هنا فقط بدات الموجه ديال البرد، وطالما كاين حتى الرياح والارتفاع ديالنا على سطح البحر هو عامل من ضمن العوامل اللي كيخلو القوه ديال الرياح. الناس خصوصا الناس اللي ساكنين هنايا هما عندهم شويه ديال المعاناه، بمعنى عندهم المنظر زوين، عندهم مكان، عندهم ما كاينش لا بوليسيون ما كاين والو، ولكن في نفس الوقت عندهم مشكل هنا ديال البرد، انهم العالم اللي ما كيردش البال لاشنو كيلبس وكذا المسائل، يقدر الله ينسينو ينسيكم عند البرد ديال الصبح. ممكن على الديمارة ما كاين لا سينيال لا والو، الله يهدي مخلص، الله يهدي الشباب. اخويا نور الحياة، وي كاين البرد مشاكل. وعليكم السلام نور، ربي معكم، الله يحفظك، الله يكبر بك خويا ولا اختي. تحية لكم ابو هيثم، وي تحية لكم. وعليكم السلام خويا احمد المسكاد، تحية ليك، تحية عالية. يلا كنقرا التعاليق ديالكم، اعتذر، يلا كيطلعوا لي التعاليق. تحياتي لكم. نور الدين الرقامي غكماني، عفوا، حتى في كازا، حتى كازا نفس الاجواء، كاين برد، كاين برد كثير. الاجواء ديال الميناء السمك، هنا فين كتواجدوا المطاعم بطبيعة الحال ديال السمك بمدينة عزفي. غناخدو البولفار سي، نطلعو معاه نشوفو الأجواء كيفاش دايرة هنايا. دابا الصورة وضحت، نعتذر، كان مشكل عندنا منها، حنا من عندنا الصورة، الشاطئ المدخل الرئيسي الشاطئ عزفي، وهذاك، ما تبقى لي مرحبا بك صابر سمير، تحياتي ليك.